على حاجة تانية موجودة مع اللير اسمها اللير ماسك. اللير ماسك احنا شفنا الماسك قبل كده مع الشانل، كنا بنعرف نعمل سيليكشن عن طريق اللير ماسك او اللي هو الكويك ماسك مود. من هنا في واحد تاني برضو شبهه بالظبط اهو موجود، بس بيشتغل بطريقة مختلفة شوية. تعالوا نتفرج وهو بيشتغل ازاي. انا دلوقتي عامل كليك على لاير واحد، هروح هكليك على الباتن ده مكتوب عليه اد لاير ماسك، هكليك عليه هيضيف لي ثامب نيل لونها ابيض وانا مش شايفها، شايفها جوه الكانفاس لكن هي موجوده هنا، وضايف التشين بتاعت اللينك، السلسله بتاعت اللينك ان اللاير دي مرتبطه بدي. حاجه تانيه هو حاططها معاها على صف واحد كلير. طيب عشان اشوف الماسك بتاعي ده جواه ايه، هدوس الت وكليك. الت وكليك بيدخلك جوه اللير ماسك نفسها. تمام، يعني انا لو جبت البراش بتاعتي، تمام، زي ما كنا بنشتغل مع الماسك، وهغير الاوباسيتي بتاعتها ل 100% وهي المود بتاعها نورمال، وهغير الفلو كمان ل 100%. انا عندي براش كبيره قوي، تمام، وهبتدي اشتغل. هو بيشتغل باللون الاسود ده، الماسك اللي هيحصل على الثمره بتاعتي او على لاير واحد بتاعتي. وعشان اشوفه هدوس الت، فده اللي حصل. اللي حصل ان هو عمل اريس او عمل مسح اللاير بتاعتي بالماسك. طب لو كان اللون بتاع الماسك اخف شويه كان ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف. هدوس الت برضو وهكليك تاني جوه الماسك، وهعمل كنترول واي وهعمل ديليت. هو كده مسح لي كل حاجه. هدوس كنترول ودي، هدي سيلكت، هقلل الاوباسيتي بتاعت الكالر ده ل 13% وهروح اعمل كده، تمام، وهغمق جزء تاني اخليه كده. بقى احنا عندنا كده درجه لون فاتح وغامق. اوكي، هدوس الت تاني واكليك، ده اللي حصل لللاير بتاعتي. طيب كده يبقى الماسك اللاير ماسك بتاثر على اللاير من غير ما تعمل لها حاجه. ايوه، من غير ما تعمل لها حاجه خالص. يعني انا اللاير دي موجوده عندي، انا ممكن اشيل الماسك ده من غير ما ابلاي اللي حصل على اللاير بتاعتي. بس تعالى اوريك شويه اوبشن تانية مرتبطه بيه. مثلا منها ان انا ممكن اروح ادوس الت واكليك هنا، اعمل كنترول واي وديليت، واروح على الايمج بتاعتي ادوس كنترول. الاول هعمل كنترول ودي، هدوس كنترول واكليك، هيعمل سيلكشن لللاير بتاعتي. هروح ادوس الت جوه، الت وكليك هينقلني جوه اللير ماسك. هاخد بدل البراش بتاعتي هاخد البينك الانك باكيت، تمام، او ممكن اخد الجريديان تول، مش هتفرق. هاخد مثلا الجريديان تول، وانا عندي، احنا عارفين ان الجريديان تول هتشتغل ما بين درجتين. طيب انا هخليه لينير بالشكل ده، وهختار ان انا امشي في الاتجاه ده كده. اوكي، لا انا هخلي الاوباسيتي بتاعته 100%، وهرجع تاني اعمل سيلكشن عشان يغير لي درجات الالوان. اوكي كده كويس. هرجع اكليك على اللير بتاعتي تاني، هيديني افكت مختلف. الافكت المختلف ده نتيجه ايه؟ نتيجه مجموعه من العناصر. اول واحده فيهم لو انا خبيت اللايرز دول كلهم ورحت بصيت على الايمج بتاعتي وعملت كنترول ودي عشان ادي سيلكت، اللاير بتاعتي مش اللي هي اللاير الحقيقيه، لا، اللاير اللي بقت واخده ماسك الوانها مختلفه والاوباسيتي بتاعتها مختلفة، بدليل ان في اجزاء منها مورية الايمج كويس قوي
واجزاء منها الترانسبيرنسي باين منها قوي. طيب هبتدي اظهر اللير اللي لونها احمر، هلاقي ان هي عملت تشبع للون الاحمر قوي معايا. طيب هبين لونها اصفر. اوكي، في لون حصل من دخل من اللون الاصفر على اللون الباهر بتاع اللير بتاعي جوه الثمرة، فاداني اللون المختلف اللي واضح ده. طيب كده احنا فهمنا يعني ايه لير ماسك وهو بيعمل ايه. اوكي، برضو احنا ممكن وشفنا قبل كده ان احنا ممكن نعمل اريس لجزء من الثمرة بتاعتنا. يعني انا هروح انا في اليلو دلوقتي وهعمل كنترول، هعمل لها سيليكشن وهروح اكليك جوه اللير بتاعتي، هعمل ديليت. اوكي، هعمل الت تاني وكليك. اوكي، انا مسحت نص الماسك بالظبط، ما بقاش التأثير بتاعه باين. في حاجة كمان مرتبطة باللير ماسك، لو انا شلت التشين او اللينك اللي ما بين الاتنين. يعني انا هاجي هنا الاول، انا هعمل كنترول ودي هدي سيلكت، هاجي هنا هشيل اللينك اللي ما بين الاتنين. لو انا واخد الموف تول وبتحرك، ايه اللي بيتحرك معايا؟ انا بحرك الماسك مش بحرك الثمرة. اوكي، بص الماسك راح فين. طيب انا عندي اوتوماتيك سيليكشن وابتديت اتحرك اهو، تمام. طيب هدوس الت واكليك على اللير بتاعتي. انا نقلت دلوقتي، انا بتحرك بالثمرة اللي هي في لير واحد مش في الماسك بتاع لير واحد. فكده انت ممكن تطلع شغل تاني مختلف عن طريق ان انت تنقل الماسك بعد ما عملته. حاجة برضو اخيرة، انت ممكن تكليك على، تعمل رايت كليك على اللاير وتقول له ديسيبل لاير ماسك. انا هديسيبل لاير ماسك، هيعمل العلامة بتاعت النو الكبيرة دي وهيقول لي ان اللاير ماسك دي معمول لها ديسيبل. ممكن كمان اقول له ديليت لاير ماسك، بمجرد ما هعمل ديليت هيمسحه، تمام. في بقى حاجة عايز انبهك ليها، تمام. انا هرجع خطوة بس لورا. اوكي، هرجع اللير ماسك تاني. لو انا دلوقتي عايز امسح اللير ماسك ده، لو انت اخدته زي ما هو وبتعمل له دراج للير تانية، هيجي جنبها وهيتشال الديسيبل بتاعه. دلوقتي احنا عندنا لير بتأثر على اللير اللي لونها اخضر، ولو جيت عليها ودوست الت، تمام، خدتها بالموف تول، هي ما بتشتغلش غير على اللون الاخضر. انا هجيبها عند اللون الاخضر، تمام، وهعمل الت وكليك تاني، اهي فعلا شغال عند اللون الاخضر. يعني انا ممكن بعد ما اعمل ماسك اللير انقلها، افك اللينك بتاعها او افك التشين بتاعتها او اللينك وانقلها من مكان لمكان. حاجة تانية بقى، وده اللي انا كنت بحاول انبهك له، ان انت لو عملت دراج لللير كلها على السن ان انت بتمسح الماسك، تمام، هيطلع لك رسالة التحذير الاتية اللي بتقول لك apply mask to layer before removing. العادي ان انت لما بتمسح اللير بيطلع لك رسالة بيقول لك ديليت اللير، هتقول له اوكي خلاص خلصنا، بتمسح اللير. لكن اللي هيحصل دلوقتي ان هو هي apply الماسك ده على اللير قبل ما هيمسحها، فانا هعمل له apply. لكن في المفروض ان انت هتعمل ديليت او هتاخد بالك او هتقرا المسج وتعرف انت بتعمل ايه. لو قلت له apply اوكي، هيعمل لي apply على الماسك على اللير اللي لونها اخضر، وبعد كده هيمسح الماسك. لكن الافضل ان انا اقول له من هنا، تمام، وانا يا اعمله يا اجي من هنا اقول له ديليت لير ماسك، يا ادراجه، تمام، واقول له ديليت مش ابلاي.
اوكي كده يبقى انا قدرت ان انا اعمل افكت على اللاير بتاعي على الايمج من غير ما اغير فيها. طبعا في اكتر من طريقه ان انا ممكن كنت اعمل دوبليكيت لللاير دي واعمل لها هايد، لكن مش كل مره انا هعمل الموضوع ده. اللاير ماسك هيوفر عليك حاجات اكتر من كده، وفي اوبشن تانية مرتبطه باللاير ماسك هنشوفها في المراحل اللي جايه. يلا جرب اللي انا عملته بايدك عشان ما تنساهوش، واشوفك الدرس الجاي.